يهدف من خلال تنظيم هذا اللقاء الحصول على تقييم أولي لعملية التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، بحيث استفادت منها كمرحلة أولى الفئة العمرية ما بين 35 سنة إلى 40 سنة، قصد تحسين قابلية تشغيلهم واكتساب المهارات اللازمة. وفي هذا الإطار سطر القطاع مخطط تكويني استثنائي خاص بهذه الفئة، يضم تكوينات تأهيلية قصيرة المدى من 3 أشهر إلى 6 أشهر. حاصل اليوم أن أكثر من 1,800,000 مستفيد من هذه المنحة، ومن بين المستفيدين توجد 3 مستويات. كاين المستوى الجامعي، المستوى حاملي الشهادات لمراكز ومعاهد التكوين المهني، وأيضا بدون تأهيل وبدون شهادات. وهذه الفئة تمثل عدد معتبر، أكثر من 50% من المستفيدين ما عندهمش مستوى لأهلهم للجوء إلى عالم الشغل. المرحلة الأولى انطلقناها اليوم، وتم تسجيل أكثر من 280,000 من المستفيدين على مستوى المراكز التكوين المهني.